مرحبا. 150 ألف ليرة هو بدل النقل اليومي اللي بيناسب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك بسبب الغلاء المتزايد للمحروقات وعدم قدرة الموظفين على الذهاب إلى عملهم يلي بيكبدوا المصاريف تفوق رواتبهم. وكانت وزارة العمل قد رفعت بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة، وهو ليس كافيا إنما هذا أفضل الممكن، كما رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 1,325,000 وعدلت في المنح المدرسية تاركة اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لمواكبة التطورات. كل ذلك وسط مطالبة الاتحاد العمالي العام زيادة بدل النقل ليتمكن موظفو القطاعين العام والخاص من الذهاب إلى عملهم. ومزيد من التفاصيل نطلع عليها مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي ينضم إلينا عبر سكايب. إذا دكتور، أين أصبحت المفاوضات بشأن زيادة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص؟ الحقيقة فينا نقول إنه المفاوضات قطعت شوط مهم، وبكرة في اجتماع مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير بالاتحاد العمالي العام مع وفد من الهيئات الاقتصادية. يجب أن نصل إلى حل يوم غد. في جملة أمور مطروحة، نحن طرحنا 150 ألف، عندنا استعداد كمان يكون في بدل نقل متحرك مع سعر المحروقات، إذا طلعت المحروقات بيطلع وإذا نزلت بينزل، إنما الأسهل أن يكون بدل نقل مقطوع. نتفق على بدل النقل طبعا تحت إشراف وزارة العمل. يعني دكتور، إضافة إلى بدل النقل، هل هنالك اقتراحات أخرى من قبل الاتحاد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، يعني خاصة بسبب عدم استقرار سعر الصرف؟ نعم، نحن كمان تفهمنا مع وزير العمل حول ضرورة إعادة تفعيل لجنة المؤشر والدعوة إلى اجتماعات دائمة للجنة المؤشر للنظر في إعطاء بدلات كمان بدل مقطوع على غرار ما أعطي 1,325,000 التي أضيفت إلى الحد الأدنى للأجور هو 675,000، صار عندنا جزء من حد أدنى هو 2,000,000 ليرة. يعني ممنوع أي عامل بالقطاع الخاص يتقاضى تحت 2,000,000 ليرة، وهذا المبلغ يصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يرفض الصندوق كمان بمبلغ 1,000,000,000 ليرة سنويا، ويعزز تقديمات الصندوق التي تضاءلت كثيرا وكثيرا في هذه المرحلة. أنا أشكرك رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وعليه فإن العين على زيادة بدل النقل ليتمكن الموظفون من الذهاب إلى أماكن عملهم. وهلأ مشاهدينا، عودة لسيا نشرة الأخبار.